أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 577 لسنة 2020 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد. جاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأحد الأول من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافقة 18 من أكتوبر لسنة 2020 ميلادية.